أخويا أختي، حياتي الإيمانية مش تهريج، حياتي الإيمانية فيها شفافية، حياتي الإيمانية واضحة. إحنا مش جايبين داود عشان نمسك سيرة داود، ده أنا بشوف نفسي أضعف من داود وأضعف من سمعان. لكن فكر، فكر الخطية في الذهن قبل بالتصرف. لما في ذهنك تكره أخوك أو أختك دي خطية، لأن فكر الحماقة خطية. المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا، أسوأ لقب تقرأ. لكن شوف بقى لما الرب اتعامل معاك تقول ايه؟ وانا قلت في طمأنينتي لا اتزعزع الى الاب. طبعا اقدر اضم صوتي وصوته مع المختبر في اشعياء، وزل السلامه قد تحولت لي المراره. طبعا طبعا مرض صعب، والتاديب صعب، والضعف صعب، والبعد صعب، والتيهان حيث أراقب الرب اللي يرد نفسه مش سهل. أذكر حاجة وأنا بقول لك الكلام ده، على تيهان الإنسان ومراقبة الرب لكل واحد فينا، رغم إنه عايز ينجينا وعايز يرجعنا، بيقول له إيه؟ اسمع الكلام ده في مزمور 130 وعدد 3: إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. فأنا جاي لك يا رب، حول خوفي من لخوفي ليك، حول خوفي من الأشرار لخوفي ليك. في مخافة الرب الثقة شديدة، ويكون لبنين ملجأ.